الحب الكبير معكم وزيرة التفاؤل شخصيا باش نقدم لكم الأبراج اليومية. برجك اليوم نبداو على برج الحمل. عندك اهتمام خاص يا برج الحمل بالأسرة والأولاد، وقد تشارك بأمر يخص الأسرة. اليوم يوم أسري، ماديا عندك الكثير من المصاريف، وازن ما بين المصروف والمخروج والأمور المادية قد تشغلك شوية، لكن أمور عابرة سحابة صيف. البعض منكم قد يلتقي بشخص في محيط الدراسي أو محيط العملي، رسائل وتراسل على السوشيال ميديا، وقد تكون أخبار في بعض الأحيان ماهيش جيدة اليوم، لكن أخبار 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 بعد على الأخبار السلبية، وبلوك الناس السلبية اليوم يا برج الحمل. برج الثور اليوم عندك قدرة على التصرف بعقل واتزان. يوم الارتياح العاطفي أخيرا يا ثور، تجد الراحة والرومانسية مع شريكك. وبالنسبة للغير المرتبطين قد تكون أمور مرضية ليك ونجاح عملي ودراسي ليك يا ثور، ابتعد عن عناد. الجوزاء أخيرا أنت الملك، انفراجات كبيرة على جميع الأصعدة، أطلب تطاع. فترة جميلة جدا يا جوزاء، عندك صيانة السيارة أو شراء سيارة أو تغيير وسيلة نقل، وهذه حاجة إيجابية، وقد يوافقولك على أوراق لطلب شيء وربما قرض أو تسديد الديون. يعني يوم مميز جدا من ناحية المعاملات الإدارية والقانونية. الحب يطرق بابك، واتبع الحدث متاعك وإحساسك اليوم يا برج الجوزاء. السرطان اليوم عندك قاعدة كلام ومواجهة مع الشريك، لكن الأمور باش تكون إيجابية. حاول باش تحتوي الشريك، اهتم اليوم أكثر بأمورك المالية، واعطي فرصة لزملائك في العمل باش يتناقشوا معاك. تجنب العند يا برج السرطان. بالنسبة نساء برج السرطان قد يكون فما تغيير في الشكل أو تفكير في موضوع تجميلي، وهذا جيد جدا. اللون الأحمر يليق بك وبك يا سرطان. الأسد اليوم تشعر بالقوة والقدرة على الإنجاز، وتفكر بمشروع، ممكن مشروع خاص بيك ولا أي شيء حر لك أنت، تكون فيه أمور جيدة وتمشي لصالحك، وخاصة بيع وشراء وأخذ وعطاء وأشياء تخص الخارج ومن الخارج، تكون فيها مصلحة لك أنت. وفما بينك وبين الشريك حسابات مشتركة ومال يخص الأخوة والأخوات يوصلك، ولا أنت تعطي لأخواتك. وحاول باش تساعد أحد أخواتك اليوم، هو محتاج المساعدتك، وأنت في طاقة العطاء ويوم مميز جدا. العذراء اليوم عندك كشف الخداع، وتسكر باب على أشخاص نشوفوا بلوكات على السوشيال ميديا، وقد تكون أنت متقلق لكن راك ماكش باش تندم. في بعض الأوقات تتخلص من الناس السلبية حل إيجابي في اليوم هذايا. وعندك يا عذراء ترتيب في بيتك وترتيب في أفكارك، ونظم أوقات نومك وأوقات غذائك. والشريك يطلب منك توضيح الأمر، وضح أمورك، وعندك مشكلة مع شريك مادية بحتة، وضح الأمور يا عذراء. الميزان اليوم عندك رفعة في الشأن، وأخيرا تخرج إلى النور. عندك أشياء فيها خير ورزق ووفرة، وخاصة اليوم بالنسبة للناس اللي يبحثوا عن الشهرة فما شهرة، والناس اللي تخدم على طريق النت فما أشياء إيجابية وتطورات مهمة جدا جدا. في الحب أنت الملك، وفي الصدارة وفي المقدمة. العقرب اليوم نتائج كلها مثمرة ومرضية من ناحية العمل، تثبت جدارتك، ركز على أفكارك مع شريك، تتخلص من كل ما يزعجك وانسى الهموم، وفكروا باش تخرجوا مع بعضكم في
مكان والا تعديو اوقات ممتعه خارج البيت، واذا كنت غير مرتبط قد تقابل الشخص المناسب مفاجاه وتصلك الكثير من الاخبار الساره فيما يخص عائلتك. القوس اليوم عندك يا قوس عوده للحبيب والتزام قوي برشا، وعندك انتصار في امور قانونيه وامور اداريه، وقد تنتصر في موضوع ما كنتش متخيله، وديك اخبار مفاجأة. أنت تستحق الحب والحب يأتي إليك اليوم بالذات بسهولة يا برج القوس، واللون الأحمر يليق بك وبك، وأنت اليوم نجم بدون منازع يا قوس. الجدي عودة للمنفصلين، انتصار لهذه العلاقة. إذا كانت العلاقة كانت فيها توتر راهو الشريك باش يطلب منك اعتذار. من الناحية العملية عندك مقابلات وعندك تميز في عملك وتقدير من رؤسائك، وقد تكون طرق أو زيادة ليك أنت يا برج الجدي. ونشوف فيك أنت عندك تفكيرك وتخطيطك إيجابي، وقد تفكر بطريقة مختلفة. تبع أحساسك اليوم، أحساسك يرشدك يا برج الجدي. عندك نجاح دراسي، وركز ركز ركز، إذ كنت رياضي ركز، راهو نجاح والتميز لك يا برج الجدي. الدلو عندك تسديد الديون، فوائد وعوائد مالية، يوم مالي بامتياز يا دلو. انتبه من ضياع أغراضك مع الشريك أو الحبيب، فما توافقات وقد تشتركوا في موضوع ولا تشتركوا في شراء شيء ليكم انتم زوز، والبعض منكم قد يكون يخطط الموضوع خطبة أو شيء جدي. ألف مبروك بالمسبق ليك يا برج الدلو مع أمك ولا أبوك. حاول باش تكون أكثر لطفا في التعامل مع والدي. الحوت اليوم عندك إبداع وحس فني، وعندك موهبة وقدرة وتميز. الحظ يدعمك في كل ما يخص الفنون والإبداع، نجمك ساطع، أنت ملك اليوم، أطلب تطاع يا برج الحوت. في الحب شوية الأجواء مكهربة، لكن نهار ويعدي. بالنسبة اللي ينتظروا في شيء عاطفي جديد، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، حاول يا برج الحوت باش تتجه نحو الرياضة أو تخرج شوية للطبيعة. أنت بحاجة للراحة النفسية والجسمية. تطلع بير، تهبط بير، تخفق جناح الطير، اللي يحبه ربي هو اللي يصير.